هذه اللقطات ليست من فيلم هوليوودي أو مشهد سينمائي هندي، بل صور حقيقية من أرض الواقع والحدث. إطارات محترقة ودخان أسود يحجب الأبصار، وقنابل غاز تتساقط بغزارة من السماء، ورصاص ينهمر كالمطر من كل حدب وصوب. أما أبطال المشهد فهم عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين زحفوا نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة في مسيرة العودة. الرابع عشر من أيار 2018، يوم لن يمحى من ذاكرة الفلسطينيين، ارتقى فيه 61 شهيداً وأصيب حوالي 2800 جريح، حصيلة المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال على الهواء مباشرة بحق شعب ذنبه الوحيد أنه يطالب بالعودة لأرضه المحتلة وكسر الحصار عن قطاع غزة. ومقابل الدماء المستباحة على حدود غزة، كان المشهد في القدس مغايرا تماما، مشهد يعبق بالفرح والبهجة في المقر الجديد للسفارة الأمريكية في القدس، والتي وصفها الرئيس محمود عباس بأنها بؤرة استيطانية لا سفارة. هناك احتفلت إيفانكا ترامب وزوجها كوشنير مع نتنياهو وعشرات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، ضحكات وابتسامات واحتفالات على وقع مشاهد القتل والمجازر الخارجة من غزة. اليوم افتتحوا سفارة وهي بؤرة استيطانية وليست سفارة، بؤرة استيطانية أمريكية. اليوم تفتتح هذه السفارة ويقولون في أرض الآباء والأجداد، وهذا طبعا كررناه أكثر من مرة بأنه تزوير للتاريخ. في الضفة الغربية انطلقت المسيرات الحاشدة نحو نقاط التماس مع قوات الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود الإسرائيليين عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، أصيب فيها عشرات الشبان بالرصاص المعدني وبالاختناق إثر قنابل الغاز التي أطلقها الجنود بكثافة، فيما كانت الصورة مطابقة في بقية مدن الضفة. آثار النكبة ما زال الشعب الفلسطيني يعاني منها، ولذلك هو يريد العودة إلى دياره الأصلية عملا بقرارات الشرعية الدولية. الشعب الفلسطيني يرسل رسالة للعالم بأنه يرفض بحزم قرار ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال. مستمرين في هذا الرفض والمقاومة الشعبية التي لابد أن حتى تحقيق أمانينا وتطلعاتنا بإقامة دولتنا وتحقيق أيضا عودتنا، ومهما كان هناك من نقل للسفارات ومهما كان هناك اعترافات ستبقى القدس عربية إسلامية موحدة لصالح ولدولة فلسطين، ونحن نهيب بالشعوب العربية كافة بأن تدافع عن القدس الفلسطيني وتدافع عن الأقصى الذي والقدس التي تستصرخهم. وأمام كل الدمار والقتل الذي تمارسه دولة الاحتلال بدعم أمريكي من أعلى المستويات، وكل محاولات تزوير التاريخ والتعويل على نسيان الحق المقدس بمرور السنوات، يقف الفلسطينيون في الذكرى 70 لنكبتهم قائلين لن ننسى ولن نغفر، ويوم الحرية آت لا محالة. مصعب أبو سيف لتلفزيون القدس.